الآن خلينا نجري عملية الحذف. عملية الحذف عملية جدا بسيطة. طبعا مثل ما تلاحظ انه احنا في الفيديو السابق عملنا بيندينج بالنسبة الى الداتا، جلبنا التكست تايتل والتكست سكريبشن فايند فيو، ثم بعد ذلك اسندناها للإديت تكست، ثم بعد ذلك اخذنا الاي دي الى التي اكس تي تايتل، لا هنا الإديت تكست تايتل وليس التي اكس تي. اوكي، إديت تكست تايتل دوت تاج. تمام، الآن خلينا ننشئ الميثود اللي تقوم لنا في عملية الحذف، وهي ميثود بسيطة جدا مشابهة لعملية الإضافة. أبدي أخذ عملية الإضافة مثل ما هي موجودة، أخذها كوبي، أنزل للأسفل، تمام، أضعها بيست، ثم بعد ذلك أبدي أستبدل عندي ديليت عند عملية حذف. هنا راح تكون عندك عملية حذف بالنسبة لي الداتا، وهنا بدل انه delete راح تكون عندك عملية حذف الى النوتس. تمام، هذا فقط اللي تحتاجه في كميثود. كل عليك انه فقط تقوم باستبدال الميثود من insert الى عملية حذف. تمام، الان عندي هذا add data، اخذ كوبي مثل ما هو موجود طبعا، واضع paste، ثم احذف هذا initialize. لماذا؟ باعتبار انها عاملة في الاعلى، وفقط اقوم باضافة الاي دي. اذا نجي شقلها اقول له عندي not dot id، ايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك ال edit text title dot tag، مثل ما قلنا احنا الاي دي ضفناه الى التاج وحوله الى string طبعا، وتحتاج الى تحوله الى integer. يمكن ان نستخدم هذه الطريقة int dot to parse or parse بشكل مباشر، ثم افتح الاقواس لعملية التحويل. وبدلا انه يكون عندك insert، ايش راح تكون عندك؟ راح تكون عندك عملية ايش؟ عملية حذف الى النوت. ثم بعد ذلك ابدي اعمل refresh الى البيانات. الان خلينا نعمل run عليها نشاهد النتائج. اوكي، فالان طبعا لما يبدي يضغط على يعني يعمل لك item list اللي هو the list dot item click، فراح يعمل لك bending بالنسبة إلى الداتا. فلاحظ عمل لك bending إلى الداتا. الآن طبعا لما عمل لك bending فهو حصل على الID اللي هو المضمن ضمن هذه الفيو الإي. أوكي، الآن لما يضغط على delete فالمفروض إنه يحذف التايتل description. أوكي، اضغط عليه بهذا الشكل delete. أوكي، ايش المشكلة؟ اوكي، المشكلة بسيطة جدا انه احنا ما عملنا initialize الى ايش؟ الى btn، فخلينا نعمل له هنا هذا btn delete. اوكي، تعمل له فقط initialize جديد، يعني هو فقط كان add، اخذ من عنده كوبي اضع paste، ثم بعد ذلك اعمل delete. اوكي، اخذ كوبي اضع paste هنا، وبدل انه يكون عندك الحدث خاص في عملية الاضافة راح يكون عندك حدث خاص في عملية الديليت. تمام، الان خلينا نعمل ران على الابليكيشن حتى نشاهد النتائج من جديد. اوكي، اذا بقعدنا فقط عملية التعديل، عملية بسيطة جدا مشابهة لعملية الحذف. احنا في الاساس مجهزين البيانات لعملية التعديل، عملنا بيندينج بالنسبة للداتا، فقط انه نعمل ايديت على الداتا نسبة الى البيانات المرسلة من الكلاس. فالان المفروض انه لما يضغط عليها ترجع البيانات ويحصل على الاي دي، يضغط على ديليت لاحظ تم حذف البيانات. نعم، على سبيل المثال لو نبدي نقول عندنا تيست، التست معين لعملية ادخال البيانات حتى تتأكد انه عملية الادخال وعملية التعديل كلها ما تتجري عندك بطريقة تمام. اوكي، فالان طبعا لو تبدي تحذف في هذا الشكل، وايضا هذا تبدي تحذف، لو يضغط عليه راح ترجع البيانات، يضغط على ديليت راح تبدي تنحذف. اذا عملية الحذف والتعديل كل شيء الان عندنا تمام، فقعدنا فقط عملية التعديل، عملية بسيطة جدا راح نبدي نتطرق لها في الفيديو القادم.